السلام عليكم. مفتاح البوتاجاز من الحاجات المهمة جدا. المشكلة اللي بتحصل ان هو بيكون تقيل في الحركة، وده بيسبب مشكلة. ممكن نرجعه ما يرجعش معانا بالكامل، فيخلي الغاز يفضل يتسرب معانا، وده خطر جدا. وكمان الطول بتاعه بيسبب لنا مشكلة، ممكن يكسر المفتاح الأساسي بتاعه. فإزاي تفكه وتنظفه، وإيه الحاجات اللي تقدر تعملها؟ هنعملها مع بعض دلوقتي. أول حاجة بنجيب حاجة زي مفك، وبنبدأ نعملها ما بين جسم البوتاجاز والمفتاح نفسه في آخر قطعة دي، لأن هو بيبقى عبارة عن 3 حاجات، وبنشده معانا، بتشد معانا. طبعا طول المفتاح ممكن يبوظ، او اللي هو البلاستيك ده ممكن يبوظ المفتاح النحاس معانا، وممكن يعمل فيه مشاكل كتير، علشان احنا بنعمل ايدينا جامد، وده هيبقى مشكلة اكبر. فاول حاجة علشان التنظيف وازاي فكه، لان هو عبارة عن 3 اجزاء هنفكه مع بعض دلوقتي. بس اول حاجة نعملها، بنجيب سكينة وبنشيل اللي هي الدهون ده، ممكن بسلكة معاها أي حاجة تشيل الدهون، وبنشيل الدهون دي لأن مع الاحتكاك الدهون دي بارزة لبره، بيكون تقيل معانا، وده أول سبب. في أسباب تانية معانا هنشوفها اهو. هتضغط على الجزء ده هيطلع معانا، نتأكد السوستة سليمة. السوستة سليمة معانا، ولو فردناها شوية علشان تقدر تتحكم فيه. طبعا زي ما عملنا البوتاجاز من بره، كمان بنعمل الجزء ده، بنشيل اي دهون موجودة على الزاوية دي، لان دي هي اللي بتلف على البوتاجاز، بتتحرك يمين وشمال. طبعا كمان ده بيركب زي ما احنا شايفين، في هنا جزء داخل لجوه، في جزء هنا ده بيركب كده. علشان يركب بسهولة بننظف كل الدهون، طبعا هو بلاستيك خفيف فمش محتاج قوة يعني في التنظيف. دي حاجة سريعة، وممكن لو حطيناه في قلب مية فترة كده هيبوش كل الحاجات دي وتطلع معانا بسهولة. فاحنا أول حاجة نعمل الجزء ده، نشيل أي دهون، وكمان المفتاح نفسه اللي هي الأطراف دي كلها بنشيلها. طبعا السكينة أو أي حاجة حادة بيكون أسهل، خصوصا لما يكون حاجات كبيرة. بعد كده نقدر ننضفه سلكة أو أي حاجة، هيرجع معانا كويس، وهنركبه السوستة كده، ونتأكد طبعا بعد التنظيف. أنا بس إيه، نعمل طريقة الفتحة دي في الجزء ده، بيركب معانا في المفتاح عادي كده، هيتحرك معانا بسهولة، والسوستة هتشتغل معانا. هنسمع صوت التكة لما نيجي نقفل، ونتأكد ان هي اتقفلت ما فيهاش مشكلة، ويتحرك معانا بسهولة. وكده حافظنا على المفتاح النحاس بتاعنا اللي هو بيوصل الغاز، لانه دوت
دي حاجة بسيطة شايفينها بسيطة، لكن تقولها ممكن يكسره أو ممكن يسبب فيه مشاكل كبيرة. فلازم تنظيف المفاتيح، لأن ناس كتير بتيجي تقول المفتاح تقيل، وهي الموضوع مش مستاهل، تقدر تعمله بنفسك مفيش أي مشكلة. طبعا برضو تركيبه بيكون فيه الجزء اللي تحت ده، وفي حتة ليها هنا. ركب معانا طبعا من التنظيف اكتر هيبقى اسهل من كده واحسن. طريقة فكه وتركيبه بسيطة مفهوش اي مشكلة، وطريقة تنظيفه بسيطة، لكن لو سيبناه على كده مع الدهون والحاجات اللي ما بتبقى ما بين المفتاح البلاستيك ده وجسم البوتاجاز او الجزء دوت ممكن يسبب مشاكل اكتر. فحبينا نقول الطريقة التنظيف الصح، ولازم ناخد بالنا من حاجة زي كده علشان ما يسببش مشكلة. شكرا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.